البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس أن الإنسان الذي يفعله يحيى به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وأمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فإنك تخلص. لأن بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح، لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمتم مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح. وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء. هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوسب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 5 أبيب أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. النهاردة تعيد الكنيسة بعيد الآباء الرسل، لأنه زي النهاردة استشهد الرسولان بطرس وبولس. اتولد القديس بطرس سنة 13 قبل الميلاد في قرية بيت صيدا، ودي على نهر الأردن، وكان بيشتغل صياد سمك مع أخوه القديس أندراوس.
ولما دعاهما السيد المسيح ترك الشباك وتبعاه وأصبح من التلاميذ الاثني عشر. وفي يوم الناس اللي بيجمعوا الضرائب قالوا لبطرس الرسول: مطلوب من السيد المسيح معلمكم فلوس الضرائب. الرب يسوع عرف من غير ما يطلب منه وقال له: يا بطرس خد الصنارة وروح علشان تصطاد، وأول سمكة تطلع افتح بقها هتلاقي فلوس، ادفعها ضرائب عني وعنك. وفعلا هو ده اللي حصل. بطرس الرسول كان مع السيد المسيح هو ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه في معجزة إقامة ابنة ييروس وفي التجلي وكمان في بستان جسيماني. وليلة الآلام أنكر أنه يعرف السيد المسيح، لكن ندم وتاب وبكى كتير جدا. وعند حلول الروح القدس على التلاميذ وقف بطرس الرسول ووعظ الشعب، فآمن 3000 شخص وتعمدوا، بشر في بلاد كتيرة جدا، وفي الآخر راح روما قبض عليه نيرون وأمر بصلبه واتصلب منكس الرأس، فنال إكليل الشهادة. أما القديس بولس اتولد في طرسوس بآسيا الصغرى سنة 5 ميلادية من أبوين يهوديين، وكان والده فريسي يعني متحمس ومتشدد في المحافظة على الشريعة بالحرف الواحد، علشان كده له اسم عبراني شاول واسم روماني بولس. اتعلم في أورشليم التعليم الديني لكنه كان مضطهد للمسيحيين، وكان شايف رجم الشهيد استفانوس أول الشهداء وراضي بقتله، وكان بيجر رجالة وستات مسيحيين للسجن. وفي يوم وهو في طريقه لدمشق علشان رايح يضطهد المسيحيين، ظهر له السيد المسيح بشكل نور قوي وكلمه، ووقع على الأرض وعينيه مفتوحة لكن مش بيشوف. راح له القديس حنانيا الرسول أسقف دمشق ووضع عليه إيديه وقال له: ربنا بعتني ليك. فوقعت من عينيه حاجة زي القشر وبقى بيشوف، وقام وتعمد وامتلأ من الروح القدس، وعاش في الصحراء الغربية 3 سنين في دراسة وتأمل، وبدأ خدمته سنة 40 ميلادية وأصبح كارز عظيم، عمل 3 رحلات تبشيرية. قبض عليه اليهود في أورشليم وقعد 2 سنين أسير، يعني تقريبا محبوس منتظر المحاكمة، وبعدين راح روما قعد 2 سنين في بيت أجره لنفسه، وكان بيبشر ويكرز بالإنجيل لكل الناس بكل شجاعة. كتب 14 رسالة وأفرج عنه، وقبضوا عليه تاني ورجع روما وكتب من السجن الرسالة الأخيرة. ولما أكمل خدمته التبشيرية أمر نيرون بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلوات الرسولين بطرس وبولس تكون معانا، آمين. وكمان زي النهاردة استشهد القديس مرقس والد الشهيدة دميانة، وكان أنكر الإيمان، لكن بنته القديسة دميانة أرسلت له رسالة بتقول فيها: يا ريت كنت سمعت إنك تنيحت وإنت مسيحي أفضل من إنكارك للإيمان. اتأثر جدا وتاب واعترف بإيمانه بالسيد المسيح وقطعوا راسه ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. السماوات تذيع مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقواله. هللويا. مبارك لا باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب ابن زبدي، ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفة، وتداوس سمعان القانوي، يهوذا الإسخريوط الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طريق أممي لا تذهبوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرثوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرصا، اخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا لكم في الطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحقون، وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحق فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة والقرية
وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمور يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة. والمجد لله دائم.